إذن مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. حنا كنتواجدوا داخل محطة الوقود البترومي اللي كتواجد بمنطقة الرحمة بالقرب من مقبرة الغفران. عصابة مكونة من 3 أشخاص أو ربما أكثر ألمت سيارة من نوع BM 600. أنا كنتمنى كاملين أنكم تبارطاجيو هذا الفيديو لأن هذه عصابة خطيرة. زميلي على الماتريكول، لأن دير هذه السيارة اللي كاتبة لكم الآن فيها جوج الأرقام، يعني جوج ديال البلاكات اللي عامل. هانتم زيد صافي، كيف كتلاحظوا بأن البلاكة الأولى الأصلية لتحت وفوق منها واحدة مزورة فيها 3 أشخاص. هذه عصابة كنتمنى أن رجال الأمن يتعاملوا مع هذه العصابة يعني بواحد الشكل جدي، لأنهم عاملين جوج البلايك وهذه بعد مخالفة القانون. ما عمل جوج البلايك إلا هو كتسرق، إلا هو ربما كتقوم بأعمال أخرى، ربما تهريب مخدرات أو يقدر أي حاجة، لأن ما يمكنش واحد الشخص عادي غادي يدير جوج البلايك في السيارة ديالو. هذه من نوع BM 600. رجع شوية اللور سي بون مزيان. دابا هنا باش غادي نرجع لي بلاتي نكملوا هاد اللقطه بلاتي سمحوا لي عفاكم. هادي السياره جات بواحد، يعني بغينا باش نبداو ليستوار من الاول. جات السياره ومن بعد غادا تجي دراجه ناريه. واش الدراجه الناريه معهم ولا لا؟ الله اعلم. هاي الدراجه الناريه غادا تبان لكم، يعني كيمشي مباشره، كيمشي باش يتكلم او باش يكلم العامل بومبيست اللي كاين في هاد البومبا اللي قلت بانها كتوجد بمنطقة الرحمة بالقرب من مقبرة الرحمة. شنو وقع هنا؟ انت اللي تشرح لي بالضبط شنو. السيد دابا جا باش يدير ليسونس، بغا قال لي دير لي 250 درهم ديال 100 بلون. واحد شويه قال لي راه ما عنديش ليسبيس، راه عطيني غير تي بي. الحدا اللي جاب لي تي بي فاليدا المونطو ويعطيها ليه، الحدا اللي عطاها ليه باش يدير الكود شدها. دابا اللي وقع هو انه ربما كيحسب لي بان ليسونس كيدار صحابو، دابا واش كيدار؟ هو راح لي غير ريزيرفوار ومشى يجيب لي تي بي. هو عند راسو راه برونشا ليه البيستولي، هو ما برونشاش ليه البيستولي. الحدا اللي جاب ليه تي بي او بغا هذا خلص من الموتور، خلص من الموتور، خلص هذاك من الموتور خلص. واللحظه اللي هو عطاه تي بي او باش يدير لاكا يدير الكود ردها ليه. اللحظه اللي ردها ليه عطاها ليه هو باش يدير الكود ديالو، و تما كداها طلع الجاج وداها ومشى، يعني هرب بالتي بي او. تي بي او الماتريكي اللي عنده اللور ماشي هو اللي القدام، والبلاكا القداميه راه كيف كتشوفوا راه فيها جوج نوامر، جوج ارقام، جوج ارقام. جوج الارقام وثلاثه ديال الاشخاص كاينين، ثلاثه ديال الاشخاص. شوف شنو غادي يوقع دابا. شوف بارطاجيو الخط الله يخليكم، لان تعملت شكايه فين درتوها؟ الدائره واحد منطقه الرحمه. فدابا الخطير ماشي هو هذا، الخطير هو هذوك جوج بلايك. علاش مديورين؟ شوفوا شنو غادي يوقع دابا. التي بي او هي عنده داخل في الطوموبيل او هرب بها، هو دا التي بي او وعند راسو هو راه دار الكاربيرو، هو راه ما دارش كاربيرو، خلى ريزيرفوار محلوله. هذا شكون هذا؟ هاد السيد هذا تدخل وخرج وقال للبومبيس واش يمكن لك تمشي معايا باش قال لي تمشي معايا نتبعوه. ما في غادي تتبع تقريبا. هادشي مع اش وقع؟ هادشي مع جوج اونس، مع جوج اونس. ورينا الفيديو الثاني اللي كاين ديال هي هذه، خلي هذه. المهم هذا هو الماتريكول الثاني اللي لاصق في السياره 72030 8. هذه باش كيخونوا دابا. دابا هادو ثلاثه، هادو ثلاثه كانوا تكلموا معاه، هضروا معاه، قالوا له شي حاجه عادي. جاو 250 ديال الكاربيرون عادي صافي. قال لي عندي واش عندك تي بي او؟ مشى جاب تي بي او فاليد عليهم هو المونطون، وعطاه عليهم هما باش يديروا لاكارت يديروا الكود تما كده. دابا واش دابا قبل الاعتابينات دابا هذا اللي منسق جوج بلايك وحده فوق وحده وصوبها مزيان، بعد هذاك التحريفي صوبها مزيان. وكاين ماتريكيل، وكاين ماتريكيل الاصلي، الاصلي راه قيدوا البومبيس، قيدوا اللي هو اللي هو 72072. نشوفوا خصني نشوفوا فاسميتو. دوز ديال الفيديو الاخر ولا شي صوره اخرى. الماتريكيل الاخر 72 07
72 07 دال 6 دال 6 المهم هذا هو الماتريكول الاصلي ديال السياره اللي قامت بعمليه نصب هنا في منطقه الرحمه 72 07 72 07 دال 6 هي 7207 دال 6 وهذه مقيده هو مقيده كومبيس في الورقه عاود رجع لي الفيديو من الاول اللي كنا فيه سيبو من هنا مزيان هو هذا من يلاه دخل شو الوقفه كيفاش وقف وقف عاود تردد وعاود رجع للقدام علاش باش ماشي يحاصر بنادم ما يدخلش لا حتى واحد لا على اليمين لا على اليسار باش ما يبرسطوش اللي بغى يهرب ما يبرسطوش شي واحد اللي بغى يهرب وفي نفس الوقت راه الشيء كيف وقف عاوتاني مشى للقدام دابا هذا الشيء مرة كيتلفتو الشيء مرة كيتلفتو باش حتى هو الكومبيس عارفو غيجي من اللور باش ما فهمتيني عارفو غيجي من اللور باش ما يردش البال يا هو التشات راه كيطلع لابس كاسكيت اللور فهمتيني راه هما جوج وكاين التشات راه كيطلع لابس كاسكيت وقدامي حتى هو لابس كاسكيت الشهر المهم هادو راه حالهم ساهل هادو تجدو دابا علم الله دابا فين كانوا وفين غيمشيو فين كانوا وعلاش دايرين دوك جوج بلايك دابا انا ماشي هو هذا الاهم راه كاين ما اخطر ما نمشيو هما هذوك جوج بلايك اللي دايرين دابا هذا يقدر مثلا يضرب شي واحد يقتلو غتبغى تشد الماتريكول غتلقى الماتريكول ماشي هو هذاك يقدر يشفر يقدر يفرق الحشيش ولا اي حاجه يقدر يديرها وما يلاش دوك سميتو البلاكه ديالو مخبيها وي حتى كتشوف ودابا بلاتي وهاد السياره هادي واش ديالو ولا لا واش مسروقه ولا لا فالمهم ربما تقدر تكون هاد السياره مسروقه يعني جميع الاحتمالات كيكونوا مطروحين الرقم قلنا ديال الماتريكول الاول 7207 دال 6 الماتريكول اللي هو ديالها الصحيح هادي سيريسات سيريسات بي ام فالمهم الا كان شي واحد مسروق عليه سياره من نوع بي ام سيريسات الماتريكول هذا اللي تكلمنا عليه اللي هو 7207 دال 6 ونقول قدامي دايرين الماتريكيل ديالهم هما 72 023 7223 ولا شحال هادي باء 8 باء 8 72 0 لا 72 قول 7203 باء 8 7203 باء 33 هذيك لا واش 33 ولا داك الخطيط ولا شي حاجه المهم هي راه جوج الارقام جوج دالي ماتريكول معمولين هنا فاللي وقع هو ان ربما كيظن بان الكاربيرون دار يعني في السياره فهرب يعني بالتي بي او هرب كلشي بلا ما يسد بلا ما يسد راسو دابا هو لا دار هو ما دارش ليه فهمتي هو ما دارش ليه هذيك الزربه ما دارش ليه فهمتيني ودابا هذا مطنق هذا بدا اول حاجه راه اي محطه ديال الوقود راه فيها الكاميرات واي واحد دار شي حاجه راه الكاميرات كتشدو ولا شدات الكاميرا عرف راسك غادي تشد شنو نزيدو اخر ثاني هذيك الماتريكول هذيك الماتريكول اللور نزيد هذه من يلاه هذه من يلاه وقف عاوتاني الشيء منين وقف هذه من الجهه الاخرى هذه من الجهه الاخرى لا زيد لي قدام شوفوا داك الماتريكول زيد لي الفيديو له هنايا تفا هذا شحال 72 لا هي هذيك 7200 7207 دال 6 7200 دال 6 7 دال 6 هذه تقدر تكون مسروقه 100% ودال هذا الماتريكول هذا هو الماتريكول اللي عنده دابا اصلي دابا اللي كيتمشى به عادي بحال تبعو شي واحد من اللور ما يتيرش عليه وهذا شفتو إذن نتمنى أنكم تبارطاجيو الخوت ونتمنى كذلك المصالح الأمنية أنها تعمل بجدية مع هذا المقطع الفيديو كنتكلموا على محطة الوقود اللي كتوجد بمنطقة الرحمة بالقرب من مقبرة الرحمة محطة بيترومين هذا الشيء وقع تقريبا مع جوج الصباح الشكاية تعملت في الدائرة واحد نتمنى خير نتمنى أن يتم إيقاف هذه السيارة اللي هي من نوع بي ام سيريسات كانوا على متنها ثلاثة ديال الأشخاص وربما يقدروا يكونوا أكثر فغادي نوصلوا لنهاية المباشر تبارك الله لكم بارطاجيو الخوت نهاركم مبروك